تخيل كده معايا ان احنا وقت ما بنبقى فرحانين نشغل اغاني، لما بنبقى في حزن بنشغل قرآن. ازاي العقل البشري يخلي ان الغنى ده مرتبط بالفرح والقرآن مرتبط بالحزن؟ اما بيسمع اغاني عقله بينزله كده ايه، فرح فلان الفلاني، كنا طالعين رحله، كنا بنغني في المواقف الحلوه. لكن لما يجي يسمع قرآن الله يرحمه، وكل لما يسمع اغاني كل ما يتذكر اللحظات دي، كل ما يسمع قران كل ما يتذكر متحد. هو ده الربط، ده الربط اللي احنا عملناه. مع ان القران فيه فرح كتير جدا، في سعاده كتير جدا. تاني اللي من صغره بقى متعود على القران، اما بيسمع القران افتكر اما كان له ورد من القران كل يوم، ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه وخلاه كويس في المذاكره و الى. اما يسمع اغاني يفتكر فلان الفلاني اللي مات في حادثه عربيه، هو كان مشغل اغاني في العربيه، بيفتكر الحاجات دي فبيبعد. هو ربط النفسية بالحاجة دي.